يشرفنا دلوقتي الزميل العزيز محمد الباز المحلل الرقمي والحديث عن ارقام مباراه اليوم. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن نايم. مساء الخير على الاخبار عندك؟ النادي الاهلي كله تمام الحمد لله. ارقام بتقول ايه؟ الارقام النادي الاهلي بالارقام بيصعب المنافسه، بيصعب الدنيا اكتر واكتر على اقرب منافسين. المفروض الارقام بتقول لنا الاهلي لازم يتنقل في يتعمل له سجل اسمه سجل البطل لوحده. سجل الابطال محتاجين يبقى ما يكونش في فجوه كبيره بالارقام ما بينه وما بين اقرب منافسيه، وده طبعا مش بس على الصعيد المحلي، طبعا على الصعيد الافريقي دايما صحيح. نبص بالارقام تلاقي الاهلي القابه في فجوه كبيره جدا ما بينه وما بين صحيح. اقرب منافسيه زي ما حضراتكم اتكلمتم وكل الناس بتتكلم، ده يعتبر ان شاء الله اللقب اللي هيكون ال 14 للنادي الاهلي. بس ولكن الاهلي دايما بيخلق دوافع، بيخلق تحديات. ليه؟ لان مارسيل كولر ده السوبر الثالث بالنسبه له. ايوه، فلما يبقى في هاتريك سوبر لمارسيل كولر ورا بعض ده برضو انجاز كبير جدا ورقم قياسي، وده دايما الاهلي بالارقام كده بيدور ازاي اخلق رقم قياسي جديد. صح. فدي حاجه جديده لمارسيل كولر، بيخلق طبعا دوافع كبيره جدا لان نفس الجيل ونفس اللعيبه برضو هتحقق هاتريك سوبر بالنسبه لهم برضو. فارقام كبيره جدا للنادي الاهلي ان شاء الله تبقى يعني النهارده تعزيز لألقابه وتعزيز لأرقامه يا رب. خلينا نبص كده الأهلي وفيوتشر النهاردة، مودرن فيوتشر طبعا المنافس في الفاينل، فلازم نحط الضوء كله على المنافس، نشوف صحيح. أرقامه، نشوف نقاط القوة، نقاط الضعف، مفاتيح اللعب زي ما حضرتك قلت وصفت كده بس بالأرقام عاملة إزاي. صحيح. دي مقارنة كده سريعة بين الأهلي وفيوتشر في الدوري. احنا عارفين طبعا فيوتشر طبعا بيشارك في الكونفدرالية، فبالتالي برضو بيشارك في مباريات أفريقية، عنده طبعا في الدوري 8 مباريات، الاهلي 6 زي ما احنا عارفين، فوز للاهلي في 4 وخساره 0 الحمد لله، تعادل 2. نفس الكلام عند فيوتشر، فوز في 4 مباريات 3 خسائر وعنده تعادل وحيد. الاهداف الاهلي 12 هدف في 6 مباريات، معدل هدفين كل مباراه. فيوتشر عنده 9 اهداف في ال 8 مباريات، يعني معدل 1.25 يعني هدف لكل مباراه، تقريبا هدف كل مباراه بالظبط. الاكس جي للاهداف المتوقعه عندنا، طبعا احنا عندنا اجمالي فرص وغزاره يعني هجوميه حادث ولا حرج، فبالتالي كان المفترض نصل الى اكثر من 15 هدف. فيوتشر برضو عندهم بعض الفرص لان كده هنشوفها قد تصل الى 13 هدف. بالنسبه للركنيات، وده طبعا رقم احنا دايما بنشوف الركنيات العرضيات عند الاهلي دايما رقم قياسي في حد ذاته، ولكن حتى الان سلبي في استخداماته، ولكن 48 ركنيه مقارنه بالفيوتشر 33 ركنية. خلي بالك مع المقارنه ان فيوتشر لعب عدد مباريات اكتر من النادي الاهلي. مظبوط، اكثر بمباراتين، فعشان كده لازم ناخد ده في الاعتبار، لان بالزبط. بالمتوسط على المباراه هيكون اقل من النادي الاهلي بكتير. صحيح. صناعه الاهداف الاسيست، الاهلي عامل 11 اسيست عند فيوتشر 6. بالنسبه للتمريرات المفتاحيه 62 تمريره بتوصلوا بيها لعبتنا لمرمى المنافسين في الدوري في الست مباريات، 62 تمريره مفتاحيه مقابل 52 لفيوتشر، 52 لفيوتشر ده رقم كويس جدا. قد يعتمد على كاونتر اتاكس بشكل كبير جدا. صحيح. لونج بولز بشكل كبير جدا، ارقامه كبيره، فبيصلوا بيها بتمريرات مفتاحيه بتشكل خطوره. اجمالي الفرص عند الاهلي في الست مباريات 73 فرصه، بالنسبه يعني احنا بنتكلم اكتر من 10 فرص في كل مباراه تقريبا. بالنسبه طبعا لفيوتشر تقريبا 12 فرصه كل مباراه، 11 فرصه مظبوط. الاجمالي المحاولات بقى والتسديدات على المرمى، الاجمالي في الست مباريات 87 تسديده، منهم 28 تسديده على ثلاث خشبات بدقه 32%. عند فيوتشر 74 تسديده، منهم 23 اون تارجت بنسبه 31%. لو نتكلم على كل مباراة، الأهلي بيصل ل 15 تسديدة على المرمى، 15 تسديدة في كل مباراة، منهم 5 أو 6 أو طبعا بنشوف أفريجات كده في كل مباراة على الثلاث خشبات بدقة 32%. بالنسبة لفيوتشر عندهم 9 يعني في المباراة الوحيدة قد يصل لتسعة، منهم قد يعني يصل إلى ثلاثة إلى في كل مباراة على الثلاث خشبات بدقة 31%. تسديدات بقى النجاح لإحراز هدف، يعني من كل ثلاث تسديدات نجاح الأهلي ممكن يحرز جول. نفس الكلام عند فيوتشر، يعني الدقة هنا بتقول لنا ثلاث تصويبات ناجحة بشكل بدقة عالية الأهلي ممكن يحرز جون بعد كل ثلاث تسديدات. نفس الكلام عند فيوتشر. العرضيات احنا طبعا حدث ولا حرج، 128 منهم بس 28، ودي ده طبعا رقم يعتبر سلبي بالنسبة لنا، محتاجين نشتغل عليه بشكل أكبر لاستغلاله. 22% دقة. نفس الكلام عند فيوتشر، بيعملوا عرضيات خاصة من الجانب الأيمن زي ما احنا عارفين عمر كمال أو باسم،
ب 108 منهم 23 عرضيه صحيحه بدقه 21%. الاستحواذ عندهم طبعا متوسط الاستحواذ 48%، بس شفناهم في ماتشات كتيره امام الفرق الكبيره دايما بيسيبوا الاستحواذ يصل ل 30 35%، بيركزوا في نص ملعبهم مظبوط ويقفل ويبدا يشتغل على الكاونتر اتاك. النادي الاهلي طبعا متوسط الاستحواذ عنده 56% في الست مباريات. دي كده بالنسبه للارقام المقارنه الرقميه بين الاهلي وفيوتشر في الدوري، بس احنا عايزين نتكلم ان فيوتشر برضو ماشي كويس في الكونفدراليه. يعني في الكونفدراليه احنا عارفين ان هو لعب 6 مباريات صحيح، في عنده 3 فوز و2 خساره وعنده تعادل وحيد في 6 مباريات. يا كابتن ايمن، فيوتشر احرز 7 اهداف واستقبل 4 اهداف. يعني برضو عنده المعدل استقبال الاهداف برضو يعتبر عالي، ان يعني يعتبر ما فيش مباراه بتعدي الا بهدف بيستقبله، حتى لو فاز مثلا 2-1 على الهلال مثلا، تعادل 1-1 مع سيراميكا في الدوري، خسر 2-0 في اخر 5 مباريات، طبعا كان فيهم خساره خسرتين 2-0 من الزمالك وهكذا. حبينا نسلط الضوء بالارقام علشان نعرف فيوتشر بيعمل ايه قدام الفرق الكبيره. دايما الناس تقول لك ان هما بيسيب الاستحواذ بيلعب على الكاونتر اتاك، ولكن امام بيراميدز الماتش الاخير شفته مختلف شويه امام الزمالك. يعني هما خسروا من الزمالك 2-0، مع بيراميدز تعادلوا زي ما احنا عارفين 0-0، وصلوا لضربات الترجيح. امام بيراميدز نسبه الاستحواذ لبيراميدز وصلت 66%، صح 66% مقابل 34% لفيوتشر. فيوتشر سدد على المرمى 4 تسديدات منهم 1 اون تارجت، اما بيراميدز سدد 14 تسديده منهم 4 اون تارجت. خدوا الاستحواذ بيراميدز الركنيات، كان عندهم غزاره هجوميه، ولكن زي ما حضرتك قلت بيتكتلوا في الثلث الاوسط او الثلث الخلفي، وهنعرض صوره برضو بتورينا طريقه اللعب بتاعتهم، بيلعبوها ب 4-5-1 امام بيراميدز. امام الزمالك كان شكل مختلف، هم بقى خدوا في امام الزمالك كان عندهم نسبه التسديدات على المرمى اعلى بكتير من الزمالك. يعني انا يعني بصينا عليها عايز اقول لحضرتك 12 تسديده للزمالك، هم 15 تسديده منهم 4 اون تارجت لفيوتشر. بس خلي بالك البطوله مختلفه ده في الدوري، هنا دوري هنا كاس ممكن فاينل. تطلع بالظبط مظبوط، هنا يعني خلاص ده فاينل ومحتاج بالزبط. شغل مختلف مظبوط. عملنا بصينا برضو علشان فيوتشر بيلعب في الكونفدراليه، حبينا نقارن ما بين عدد مباريات الاهلي وبين فيوتشر في اخر 3 شهور، يعني نتكلم على اكتوبر نوفمبر ديسمبر. عندنا احصائيه كده سريعه بتقول لنا الفريقين كانوا ماشيين ازاي. يعني بالنسبه للمباريات الاهلي لعب 17 مباراه في اخر 3 شهور دي مثلا اخر 3 شهور 17 مباراه للاهلي، الفيوتشر لعب 12 مباراه في فرق هنا طبعا، يعني 5 مباريات تقريبا. الاهلي فاز في 8 وخسر في مباريتين، اما فيوتشر طبعا فاز في 6 وخسر في 4 مباريات. انا اعتقد نسبه التعادل بقى عند الاهلي كان 7 تعادلات ده في الثلاث شهور، وده هي الرقم اهو 7 تعادلات وهم 2. احنا بقى احرزنا 26 هدف، يعني نسبه تهديفيه معدل تهديفي عالي جدا عند الاهلي ده اخر 3 شهور. انا طبعا بس خلي بالك برضو البطولات مختلفه طبعا، والمنافسه والليفل بتاع المنافس مختلف بالزبط. لكن انا عايزين نقول احنا لو حطيت اي فريق تاني امام الاهلي في مقارنه رقميه بعدد المباريات، لا الاهلي طبعا هيبقى فيه فجوه كبيره جدا. فيوتشر اللي مديله بس ان هو عدد مبارياته كتيره هو ان هو بيشارك في الكونفدراليه لعب يعني تقريبا 6 مباريات، فكان ماشي بشكل كويس جدا فيها لحد الان، يعني هو تاني المجموعه بتاعته. عايز اسلط الضوء على تشكيله نادي فيوتشر مودرن فيوتشر اللي لعب بيها قدام بيراميدز الاول، عشان تقريبا بنسبه كبيره ان هو دي التشكيله اللي هيخش بيها، وهو هي طريقه اللعب اللي هيلعب بيها. يعني بنتكلم هنا بص، بس في فاروق اتصاب، انا فاروق اتصاب، محمد فاروق بره اصلا صحيح. يعني فاروق بره طبعا، عمر كمال بره، عمر كمال دي الطريقه المتعارف عليها اللي دايما بيلعبوا بيها، يعني في معظم المباريات اللي هو 4-2-3-1 صح. بس امام الفرق الكبيره مثلا امام بيراميدز ما لعبش كده. يعني لو نجيب بقى التشكيله بتاعتهم عشان نبدا نسلط الضوء على بعض المفاتيح اللعب عندهم، لعبوا بالطريقه ديت يا كابتن ايمن 4-5-1 ايوه، وساب الاستحواذ زي ما قلنا 66 ل 34. واحيانا لما في النواحي الدفاعيه بيلعب بالاسلوب دوت بالظبط، فعلا بيلعب قدام الفرق الكبيره كده بالظبط. فعشان لازم نتخيل، اكيد طبعا مستر كولر مذاكر كويس جدا وعمل طبعا تحليله، اعتقد ده الشكل الامثل اعتقد اللي بالنسبه للمودرن فيوتشر اللي ممكن قد يبدا بيه النهارده وده طريقه اللعب. بس خلي بالك احنا بنتكلم على الحاله الدفاعيه صحيح، لان الحاله الهجوميه مختلفه عنده على فكره طبعا. في حاله استحواذ الكوره طبعا حضراتكم بقى فنيين هتغوصوا طبعا في الحالات او في الحاجات الفنيه والشرح الفني، بس انا بتكلم ده الشكل العام على فكره، ده على مدار المباراه. يعني لو قسنا المباراه كل 15 دقيقه لقينا معظم اجواء المباراه او دقائق المباراه كان دايما ماسك بالطريقه دي، لانه كان ساب الاستحواذ في معظم الحالات، ده في عدم حيازه الكوره، فعدم حيازه الكوره هو كان بالشكل ده. طبعا عايزين نسلط الضوء طبعا على مفاتيح اللعب، يعني غنام ده بالارقام يا كابتن ايمن هو اكتر ممرر عند فريق مودرن فيوتشر، اكتر ممرر للكره بدقه عاليه جدا.
بنفس يعني عمل 255 تمريره في اخر خمس مباريات فقط، منهم 174 صحيحه، بيصل دقه 85%. هو اللي بيعمل الربط ما بين كل الاطراف، ما بين الخط الهجومي او التلتين عشان ينقل فريقه. باسم برضو كان عمر كمال من اكتر الناس اللي بتعمل الكروسات وبيساهموا حتى في الناحيه الهجوميه من ناحيه اليمين. طبعا علي ومحمد عبد السلام اللي لازم تلعب اللونج بول برضو بشكل كويس جدا. فاروق طبعا صاب وصادق، لا فريق عنده يعني مفاتيح لعب كبيرة جدا، واعتقد ان شاء الله يعني مارسيل كولر مذاكر كويس جدا وعارف يقفل ازاي. هدف واحد في بداية المباراة هيفك كل التكتلات ديت، هيقلب الجيم ويبقى شكل مختلف تماما بإذن الله. كل التوفيق ان شاء الله، ولينا لقاء اخر ان شاء الله بعد المباراة بإذن الله. بإذن الله. شكرا كابتن. شكرا يا باز، الف الف شكر.